شو بهن مواليد التسعينات؟ هذا يا سيدي ما انت اخبارهم ما بتسر. شو خير؟ تحياتي لجميع مواليد التسعينات. اخبارهم يعني ما كتير بتسر بصراحه، لانه العديد من الدراسات بتعرف الي انه مؤخرا كل الناس بتحكي عن مواليد التسعينات وانه هن اكثر، خلينا نقول، جيل انظلم واكثر جيل عاش الحقبات المختلفه، هيك بيقولوا انه جيل التسعينات. وايضا الدراسات عم تدعم هذا الموضوع، يعني الدراسات ايضا عم بتقول بانه مواليد التسعينات يمتلكون صحه نفسيه أسوأ من اي جيل سابق. من اي صراحة. جيل سابق نعم. ولكن جيل الثمانينات ولكن والسبعينات مش افضل من الجيل اللاحق يعني هلا شوف يعني مواليد التسعينات مش احلى من مواليد الألفين. شوف لك بيقولوا لك بالرغم من انه جيل التسعينات عاشوا طفوله جميله وتمتعوا بطفولتهم، لكن للاسف لما اصبحوا بسن الشباب صاروا يتعرضوا كثير للمضايقات من خلال المقارنات بين جيلهم وجيل الألفين. هلا طبعا بيقولوا لك بانه في عوامل بيقولوا لك بتزيد من سوء الصحه النفسيه لمواليد التسعينات، وبتشير الدراسات الى وجود مشكله خطيره بالصحه النفسيه لدى الاشخاص اللي ولدوا بالتسعينات، وممكن تكون لا هل المشاكل عواقب وخيمه على الافراد والمجتمعات. واثار الباحثين انه فعليا وسائل التواصل الاجتماعي خلت المشاركين بيشعروا بعدم الرضا عن انفسهم، وهي المسؤوله الرئيسية بهذا الموضوع. وبيقولوا لك في عوامل ممكن أيضا بتساهم بظهور هاي الظاهرة، وأضافوا إلى أنه تغيير المناخ، الضغوط الاقتصادية، نهضة وسائل التواصل الاجتماعي، وظلم الأجيال لمواليد التسعينات ما بين جيل الثمانينات اللي بيقولوا له أنت جيل اتدللت، أنت جيل جيت لقيت كل شيء على الجاهز، وما بين مواليد الألفينات اللي بيقولوا له أنت جيل قديم وأنت جيل جاي لتكمل حقبة الثمانينات والتسعينات، نحن جيل هذا العصر. يعني مواليد التسعينات واقف بالنص، من هون بياكل لطشة ومن هون بياكل لطشة، الله يكون بعونكم. هلا الجيل القادم يمكن يكون أسوأ وأسوأ، ما بتعرفي. هلا انت عم نحكم نحن على جيل التسعينات لانه بدا التطور التكنولوجي يعني بهالجيل، وصار مثل ما حكيتي انت بطل حدا راضي عن نفسه، ولكن التغييرات المناخية موجودة بكل الأجيال، يعني ما دخل المناخ، شو دخل؟ هلا ما بعرف مثلاً. أنا هذا اللي عم أقوله أيضاً، ولكن في أمراض أيضاً، التطورات الاقتصادية، يعني كان في من زمان جوع فينا نقول بزمن الحروب، وأيضاً خلينا نقول فترات التسعينات كانت فيها حروب، كانت العالم عايشة ومرتاحة وراضية عن نفسها. هلا بتعرف شو مشكلتي أنا؟ أنا ما بحس إنه فينا نقدر نصدر قرار بإنه هذا الجيل بأكمله انظلم. يعني أنا استغربت. تعال على جيل السبعينات، يعني صار أيضا في حروب بوقتها، تعال على جيل الثمانينات، كمان صار في حروب بوقتها، مع إني أنا يعني من جيل الثمانينات وبميل لجيل الثمانينات، بحس فعليا إنه نحن جيل عشنا بشكل مستقر أكثر. جيل الثمانينات عرفنا القديم وشفنا الجديد، يعني شفنا الفيديو على وقتنا كان جديد لسه، شفنا الساتلايت على وقتها كمان أيضا كان جديد، شفنا الموبايل كان يعني هيك بفترة مراهقتنا، يعني عشنا أشياء حلوة جيل الثمانينات، صح ولا لا؟ لهيك نحن اليوم بدنا نطرح السؤال عليكم حول هالدراسة اللي أقيمت بجامعة سيدني، بتقول إنه مواليد التسعينات بيمتلكوا صحة نفسية أسوأ من أي جيل سابق، هل هالشي صح أم خطأ؟ وبوجهة نظركم مين هو الجيل يلي بتحسوه كان الأقل حظاً من بين الأجيال؟